بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا رافعين للواء الإسلام. تنغورتو احنا قلوب العامية، لكن ذروته هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعمود الفقر يا صلاة لوجهك يا ربنا، هي نعمة الصلة بك، وجعلت الصلاة كذلك هدية لحبك الأول المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومازال أكدوا يكلي عندهم ماشي، مازال ملخبطين في صلعة يا ناس، ما شوش تحمل بربي اللي تقولوا فيه إسلام نبع من قلوب ولا شي حكاية. فما تناقض ما بين تسوقوا فيه وما بين تقديركم وسوء تقديركم للنبي. تيتم ما حتى اللفظ الجلالة الشيطان يخليكم تزرطوه يقلل الحياة. هذا مش قدسية في وقت اللي تتعامل مع اسم الإله الله، راه يقلل الحياة. ومنين لكم الإسلام؟ إذا كان ربي يحب يغفر لكم يغفر، أما إحنا هنا شهداء عليكم، لا شهداء لكم، شهداء على ما تقولوا، أما شهداء زي كذلك على ما أنتم في زلات وقلة حياة، قلة حياة بالكامل مع المولى، لأنكم كما قلنا بلعتوه كلمة الله وما رسوله عليه السلام. صلوا وسلم، صلوا وسلم، من على من؟ تقول صلى وسلم، هذه مش موجودة في قاموس الإسلام، صلى وسلم. هي ثبتوا روحكم أنتم من شق الإيمان ومن شق النفاق والبهتان. والسلام.